ابو انت بورع يا الورع. شو جاني واحد قال ولد مدري ايش، قلت يا ولد امسك السلبة ذاك يا رجال، لا اقوم ازقطه خريط. تحس بني يعني اني مشهور بتذب علي كلمه، بقول اوه المشهور يلقى الكلمه الزينه، لا بلعن والديك تخطي، بلعن والديك برضخك لين ترضخكم بالفري. والزم ابن جدران يا ابن جدران، انا بيني وبينكم الصدق قال ما عندي مشكله، انا من اخطا علي ماني احنا في الشارع نقابل الصاحي والمجنون، في كلمه تمشي وفي كلمه ما تمشي، لا 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 تعد والله انا مصتك بالعقال نين تمصتك ام الفري، مشهور ولا غير مشهور يعني عشاني مشهور تحذف علي كلمه وبسكت؟ لا ماني بساق والله، يعز بن سعود احنا في حكم بن سعود خريط، وفي كلمه لا تمشى. وبعضهم يعني احنا شباب احنا شباب ونعرف اللي لنا واللي علينا يعني استلكاع وكذا، حاب امصدك بالعقال نين تمصدكم الفري، قلب وجهي انا ماني باصغر ورعانك ولا اقول لك اني مشهور بسكت منك، لا لا ماني بساكت عن حقي مره ماني بساكت، كلمتهم بمشيه وكلمتهم بلقط العقال وبمصدك به لين تمصدكم الفري، المعترضين اخوان الشياطين بهيم. فامسك ابن جدلان، قلت يا ابن جدلان اخوك يمكن ما يعرفني، قال له والله انا يعرفك ان اخوياها يقولون يطمر خالي يا عبود جاني، قال ليه يقول بهاج ويتضحك يا عبود تكفى يا عبود، قال اقول والله يا من شفته يقول بهاج ويضحك ان اسوي واترك، قلت لا حول يا عبود جاني مبتيك يا عبود يا عبود يا عبود تكفى فكر شرك، إن جاء كلمة طيبة قال بهاج اللي يستاهلها، إن جاء فعلا طيب قال عطوه بهاج، إن جاء عبود آه يا عبود عبود ما وش أقول وش أخلي، لكن مشكلته ما تراه شاعر يا إخوان، شاعر 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 آه به ولعنه يعقوري، تعرفت انا وياه في هده تضربت انا وياه وعقبها يوه شعر، لا لا عبود عبود مشكلته ما يحب يصور، اي والله اللي عنده في السناب يتابعونه ولا في التويتر بالله كثروا عليه، يقول يا بن جدلان عطنا قصيده يا بن جدلان، يا وش ضحكت انا جوه البارح انفكوا عليه شو اسمه كذا بنت يقول يا بن جدلان صور صور، المهم يوم سمعته يقول يا بن جدلان صور، يروح بعيد شفت الكراسي الزرق اللي وراء يروح يجلس فيها ينحاش، يا سمعت انا ناس قالوا بن جدلان بن جدلان، رحت انادي تعال 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 والله نصور صور، وتجي بنت حراميه 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 غير بيض الله وجهها فيه، خال سمعت البنت يوم قالت بن جدلان امدحني ملعونه بيض الله وجهها فيه في ذمتي، انا يا بن جدلان قلت تعال 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 صور صور، يجون يتليمون عليها الناس وعيال وبنيد، يوم شافوا العيال يوم راحوا العيال جوه بنيد قالوا صور صور، ويصور الوحده يقول فلانه قال حيا الله قادر شوي يا الله يسترايك بن جدلان، اي والله يا ري يجي اموت اموت اموت، المهم جوه جوه انفكوا عليه بنيت حراميه واضح انهم حراميه ملك عين، انفكون عليه انفكوا عليه قالوا صور، وصور ويده تنتفض ما ادري شاف صور صوره، عرفت الصوره ذيك المشوشه مشوشه الصوره، المهم ان بن جدلان على يميني هناك وبيني وبينها الربع يمكن بيني وبينها اربع عيال، بس ان انا اذني معه انا معهم لكن مسوي نفسي اني ماني معهم، يعني كأتزارق عليهم كذا بعيد، ما ابي افوت اللحظه ذي ابي اشوف ايش بيصير، هالبوث مليان عرب يا عمي كلنا في البوث، والزباين فل اللي يشم واللي يصور، في ناس واقفين عندي وانا كذا من بعيد على بن جدلان ميت انا مستانس ابي اضحك، ويجيني سالم بن عايض وخالي قال ولد ولد شوف بن جدلان شوف بن جدلان، فقلت انا خلو خلو انا براقبه من بعيد، صور كذا وجال الجوال كذا يعني الصوره ما هي بزين، قالت البنت يا عبود
صور بعد تن ثانية هذي ما هي بزينة. قال ما عندي مصور، قال تصور انا تصور، خذها ثاني مرة تصور طلعت ما هي بزينة. قالت يا ابن جدنا ما هي بزينة. قال اعزب اعزب انا انا سعودي يا يا سيدي يقول عزم يا ممكن لي عزم وشنو عزم قال ما ادري ما ادري اي شيء من سالني بس ما عرفت قلت عزم يوم قاعد شوي وتطمر منهم ما حتى تنسكني تعطيه الجوال زنته الجوال قالت اسمع امدحني يا ابن جدلا قال ويش قاعد تمدحني يا ابن جدران سبحان الله ما شاء الله تبارك الرحمن ملعون هو وفق الله يعني هي توافيق علي الحرامي عيال يمكن هذه 15 ثانية يمكن 15 ثانية 14 ثانية اي والله يا ريج 14 ما ودي اظلمها بس انا شوي في 15 ثانية 20 ثانية اعطها اربع ابيات علي الحرام اقسم بالله صدق يعني انا ادري انا اعرفه رفيقي وخوي واعرفه من زمان اي والله في شوي الا معطيها الابيات وانا اتشحذه يا ابو من امس والله اني ابي اصورها اي والله قال يا ريناد مدح ملعون قال قصيده حلوه عجبتني ما الهمتها بس اني انا سمعتها قلت بصورك والله اني ماني وش الابيات والله ما ادري بس انه مدحها ما ادري هي انا اتوقع ان هو يصرفني يوم قلت انا عدل القصيده يصرفني لكني بحشره اليوم قال والله اني خليني اتذكرها ووعد قلت ما نروح الديره لين تعلمني بها قال شو اسمه قال ابشر والله ما نروح بحشره اليوم لين يجيبها لي جريئة أهل بنت ملعونة وش اسمها والله ما أدري لا ما هي برينات في واحدة كتبت هنا كتبت اسم وردت عليها قلت هي رينات ما هي برينات وانت شكو طيب علي الحرام نطلع القصيدة رانا لا ما هي برانا ولا هي بريناد انا اضطريت اسمي هنا بس في الكومنت هي كاتبه وقلت لا هي ريناد هي كتبت شيء ورديت عليها ارحب ايه يعورك حلقك وكل العلاج يا خالد معبيد ارسلت لك بالونه تشيل يا معبيد تدفك يا رب يا شيء تسمع معبيد دعوا له الله يوفقك لا فهد فهد يا خالد فهد لما تبدك والله بتبدك يا مهودي لا لا يا الربع هذا ما قف تقطعت كبدي عليه ام عبيد ام عبيد يا رب انت فاهم يا رب الماقف ذا حبيته انا فهد يا غالي بتبدك يا فهد افضل مصمم بالعالم الموقف ده حبيته انا لا اخفيكم سر انت هو هو ريام لا ما لها انا ما ادري وش اسمه انا ما ادري وش اسمه وش اسمه وش اسمه البنت انا ما ادري وش اسمها لكن حبيته انا اشهد بالله اني احب البنتها اللي جو عند عبود حراميه انا اتفق انهم حراميه ملعين حروث سناب فعلا هلبه يعني الموقف ذا مرة تعلقتي حبيته جاني جاز لي على شكرا شكرا القصيدة هي ماقف عجبني مرة
يا اخي شمدي مدينه شمدي، قصدك انك حبيت؟ اي والله حبيت الموقف علي الحرام. امدحني امدحني يا ابي الجدران، قال ابشروا بالمدح والله تستاهلونه. اي والله راجل انت شاعر. لا انا والله ما ادري وين هي تقرح، والله الشعر انه في ديره وانا في ديره. ما خليه يمدح لي فاج، والله لو اني شاعر نمدحكم كلكم. فازت بها الملعونه ذي، اشهد بالله انا ملعونه. امدحني يا ابن جدلان، قال اي والله بمدح. الا شاعر؟ لا لا ماني بشاعر يا الربع. انا كل ما واجهني شخص قال انت شاعر علي الحرام يا عيال. حتى الاليامي اللي جانا البارح الدوسري قالها بعد. ايش قال؟ اليومي مجزم اني شاعر. شفت كيف حدني؟ كان البارح يامي شاعر فلته ما بصاح. شاعر شاعر قال له فهد بن محمد، حطيت حسابه. والله ونعم، والله من رحابة الخاطر وعفة النفس. جاني قال مدي، جلس سولفت انا وياه وسلم علي، قال ارحب يا بهاج معك فلان. لا اللي قام قلت والله نعم، والله ما تروح انت قهوه معي، يزين شخصيته يزين سوالفه بعد. وقرت في راسه قلت والله ما تروح، انت قلطه معي، انت اجلس معي. لو قطري لا لا لا، مو بقطري من نجران يا عمي، من نجران. رحت قرت في راسه قلت والله ما تروح، انت اجلس انا وياك. وجه والله شاعر يا ولد، شاعر شاعر مو بصاح. لكن انا لا تنسى قصيدة ابن جدلان. ايه وعلي حرام اني اجيبها، انه فيلم في ابن جدلان. ملعنت حروث فازت بها. امدحني اي والله امدحني. ادعي المصلح ادعي المصلح. من الشاعر اليامي وكان يجزم يقول انت شاعر، انا والله لاني بشاعر يا الربع، والله القصيده انها في ديره وانا في ديره. ابو محمد لا ابوي والله له بشاعر، وعمي مو بشاعر، وخالي مو بشاعر. انا مصور بديه ونعم يا ولد. بهاج هو الحاسد؟ اي شهدوا بالله اني حاسد. لكن تشكر والله انا على الموقف هذا، انا احب المواقف اللي زي كذا اللي فيها الموقف اللي فيه قصيده، انا احبه. سوي عطر باسمي، ما ودك اسوي لك عصا باسمك يا ابوك. امصدك لين تمصدك من هذي. اللهم صل على محمد. اكثر اكثر شيء اكثر شيء اللي يجعني ولا عاد ودي احد يسويه، لا احد يقول ميد الورعين الصغار عانوا بهاج ذاك، روح ضف بهاج. ما هي بزينه يا ولد، روح ضم بهاج يا اخوي، تقطعون سبودنا. ما هي بزينه، ما هي بزينه. والله العظيم جوني ناس قالوا ميدي. ايه جوني ناس قالوا ميدي في البنت الصغيره هذه توها تمشي، انا بيجيك منك وبتضمك. قلت اقول حطوا بنتكم في سريركم ذا لحايتكم ذي ودوها. قالوا والله نسويها بيجي مقطع زين. قلت ولد شلوا بنتكم ليه؟ شلوا بنتكم احنا تعبنا والله العظيم، عندنا اطفال نشتغل. عايم بيها ولد ينفكون علي الورعات ويقعد يخم. ما هي بزينه، انت ايش تكتب في راسك؟ ما هي بس تكتب في راس لهم، مو له ابوه بس انا تحبه ايش تكتب؟ احبه لكن يضغطني ولا بعض الاشياء ما تصلح يا اخي. انا 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 رجال ايوه صريح، بعض الاشياء ماني بحبها. لو اني يجيني عاد مودي من زين يضفني بنقول يخنوا اسفين بالغلط. ما ندري ايه، ما انا بكارهين. انا طلعت مع الباب منك وصدم. ما ادري انا، انا ما ادري انا هو اللي جاري، هو اللي جاري. انا مو بل مو بل ويضمك دعقوري يا خالي خالي
انا احبك يا خالي. تبنى ده في لبن. صح. هو اللي طلع بالطريق هذا مو انا اللي طلعت له. بعدين يودون كسعه. لا 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 ما يقبع عليك. انا ضد، انا ضد انك تفك الورع روح ضم المشهور الفلاني. كل اللي ردت فعله وكل اللي انا يا بهاجي اشوف انها مهي بزينة. ما اني بحبها يا اخوك. لا يعني وش طفل طفل صار الورع عن ضعف. لو ان الورع اللي جاي من كيفه ما عندي اخرى. اما يدفه اخوه ولا اخته ولا امه ولا ابوه ما تصلح. ايش اللي لا وش تبي؟ قد صارت في الباحة. وش الورعان؟ ورعان دبوح ما يدرون من انت. ما يدرون من انت. ضمني وش؟ ضمني انت كنت تعرفني. قال ما اعرفك انت بنت. قال يعني ضمني. قال انت مشهور. قلت انا ما بنا غلطان. هذا هو خريط. طلعت الام وموصيتهم. دبلجه. انا ما احب الدبلجه يا خال. والله الدبلجه. والله ما احبها. الدبلجه وذي ماني بدنيها. رغم شوك تو صاحي طاق النظاره. شنو هذا؟ بث؟ شنو هذا؟ شنو فات من البث انا شنو؟ مو صدقكم قاعدة تريق. انا مو صدق اماراتية. اي انا بلشت. انا بلشت في الاماراتي وبلشت في القطري. ما قدرت اطقطق عليهم الا قطري البلشتي. ها؟ البلشتي. البلشتي شو؟ بلشتي يعني من دون بهاج والبطرانة بلشتي. والله ما ادري ايش معناها. ايش معناها؟ ما ادري والله. بس انا اعرف. اما الامارات علي الحرى والله بسيطه. يا لبيكم يا لبيكم يا الكويت. من وين اهل عزه؟ يسوم يما يسوم يا وده يا وده. قشمه 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 عطى طراق ورا شكو. بلاش تدش. والله ما ادري. كان يقولها لنا محمد. اه ما جرت لي تل. هو منين؟ طري طري ابتل عشوش. يقول لي بسمك بلشتي بلشتي بلشتي. يعني وش شكلها ما هي بحلوه. ما ادري. انا كان يقول لي محمد ناصر المري. كان يقول لي بلشتي. قلت وش يعني؟ قال ما ادري. ابتلشتي. لا لا اربع ميم. لا سبب. وش يعني وش يعني وش يعني البلشتي؟ لا سبب. في ذمتكم والله ما سبب. لا سبب. وش معناه؟ ما سبب. في ذم شكلها يعني نشبه. يا والله ما هب ما هب سب. مشكلتي مشكلتي يعني سبه. يعني سبه. ابتلشت بايش؟ شو اسمه تقول؟ ابتلشت. من دون بهاج والله لما تمدحني والله يعني تفشل بالمعنى. سلامة. طيب مثل تلبن عليها والله لما تمدحني والله يا المحامي اني اسحبك برجليك. أنا سبق وين سوزي ولها ولا على العصا. تم صوتها تم صوتها. سوزي تعطيها بالعصا لين يروحن عليها. حراميتي مقطعتين أربع. تصدق إن فيه ناس صاروا أصدقاء يوم اشتهرت أنا يا بهاج. ليه؟ تعرفوا على بعض يعني؟ سوزي وغرام الشوق وصيتة ورونا. يعني هم عندهم قروب. ومن دون بهاج. أصبر ومن باقي. الله ترى عندهم قوة. والله مش شوق. إيه أنا وياهم بقروب أستاب كل وقت. أنت معهم؟ إيه. أخون ورا. إيه والله دخل باسم علمني اسمي نابا. أما نابا. إيه والله. يا والله. ومصدقين عشان الدور. أنا وياهم كل بنا بقروب أستاب سوا. وأنت خفي نابا. لا 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 بحسابي بهاج حقيقي رقمي. ولد. وش فيك؟ إيش فيك أنت؟ نابا. على ضوء الكلام اللي كشف. وش رايك ابو محمد؟ من دون بهاج والله لما والله العظيم لا ما تعتذر. لا ما تعتذر. انت قب امدحني. انا قاعد اتابع الكومنتات. من دون بهاج امدحني. ديسمبر الله يجعل ابوك الجنه. بسم الله عليك. أبكنا الله لا يهينس يا لبة شمزي. اعتذرت اعتذرت. ها أبتلي أنت أبتلي أبتلي شيش.
وش عبد الله تبش ايش كامل ايش كامل والله يجينس خبيث اي والله خبيث الثقل مو بزين مو بزين بعلاقات مو بزين بعلاقات زين بعد لبه انت بتروح من بيشك شيء ما يخصك استغفر الله العظيم منيرة هذه منيرة من قطر منيرة ايه متابع يا ولد عندي متابعين ساكتين في منيرة في منيرة لا منيرة هذيك اللي في تويتر اللي في تويتر هذه منيرة ثانية من قطر والله ايه يلا ما تبين هذه يا ولد ولك ولا لا تنفك عليك والله لا تخطي انت اكلك تعرف تعرف المتابع اللي فيه متابعين صامتين من ضمنهم منيرة هذي وداري قطر ومن اللي بعد يا ولد ذكر فيه متابعين ساكتين يا ولد ولك ولا ما نخطي احنا ما نخطي اي والله انتبه انا منهم لا لا انا اعرف يا كثرهم لا لا بس اني اعرف حساباتهم دائما اشوفهم من 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 فيه داري قطر وفيها في سيتا وفي لا 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 سيتا سيتا ام عبيد يا رب تحفظ ام عبيد يا رب انت شيء ام عبيد امين تخلي لها بعيد امين تفرحين فيها بعيد يا ولد هذول شو اسمه تدري انا وش ودي وش ودك اعترف ايه عادي ايش دعوه عندي حسابات في تويتر انا ايه هذه عندي حسابات في تويتر ابيهم يا ولد يقبعون عشان يصيرون بكره يقدرون يعلنون في تويتر هو مين في تويتر يا اخي لا تويتر موجود هاي يا رجال لك انا الريال انا نصيحتي لاخواني اللي في تويتر ابيكم تقبعون ابيكم تصيرون هوامير ان شاء الله انكم يعني ولكن انا ما انصحكم على انكم تصيرون مشاهير في السناب لكن انصحكم يعني في التويتر جعل ربي يرزقكم وانا معكم والله اللي تبونه وابيكم تصيرون هوامير تروسون تعلنون تزين اموركم الماديه لا تبتدر عن الناس لا تطمنون لا لا تطمنون في حقوق الناس لا خلك ايه ابيكم والله في حسابات في تويتر احس انها بدت تذب الريع تقدر تقول تقدر تفصل عن هذا ما اقدر افصح ما تقدر اي والله انا احبهم كلهم لكن هذول يحسبوني امين لحد دون احد بدا انا ماني بامين لحد دون احد كلنا اخوان بعض كلنا اخوان لكن فيه رواية تدعم أخوان بهذا. إيه نعم. في حسابات أبيها أنا أبيها تضرب تصير قوية خارج نطاق البرامج الواقعية يعني أبيك وأنا أخوك تنعرف في كل مجال في البرامج الواقعية في الكورة في الشعر في شكل بشكل عام في أشياء يعني واجد يعني خليك منوع يعني في كذا شغلة يعني كيف الطريقة يا أبو والله صعبة لا مو صعبة في ناس صراحة أعرفهم قاعدين أنا مستأنس جدا والله العظيم كما زاد متابع دخلوا رقم جديد إني أفرح كأنها أنا هذا شيء يخصهم يا حليلس يا ريانا يا لبيس يا ريانا جاء ربي يسعد الوجه أريانا الله يسعد يا ليلس يا ريانا يعني هذا شيء ما يخصك يا ليلس يا ريانا الله يسعد يطيب بعد الذبات اللطيفة ادخل مع عبد الله شاري والله اللي تقول ادخل مع عبد الله شاري سكران انت يا ليلس يا ريانا والله هذا الشيء يخصهم يعني يا كابتن ماك دخل انت حط فيهم كشحمة وقلبي مجالك يصدقت يعني يداري يعني الله ان الله يسامح لا 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 في 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 حسابات انا ابيكم تسترزقون الله وانا اخوكم الله يسعدك يا روايه ابيكم ودي انكم تعينون الخير اشهد علي الله يا مرحبا ارحبي 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 وجهك
المارة. الله يحييك. الله يحييس. الله يحييس. الله يحييس ولا يهينس ويجعل أبوس في الجنة ويرحم والديس. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. وهديتس وصلت الله يبيض وجهس ويرفع قدرس. والله يا ابن جدلان وخالي السكر عند مرتفع شرعه في ذا الحلال اللي ارسلتيه. اشهد انها هي جابتك. هي المهرة. في ذمتك. ايه. في ذمتك. في ذمتك. احترم ايش نبي الله لا يوفق. ابشر يا عصر. هي ارسلت. شفت الحلال اللي ارسل الابيض اللي ناكله كبير. اخر طبقه. هو ثلاث طبقات. ايه هو اللي مرسلته المهرة. المهرة اخر طبقه زين. الله يبيض وجهس ويرفع قدرس ولا يهينس وانا اخوس. ها. وجعل ابوس في الجنه. الله يسعد. الله يكثر خيرها. صراحه حلا يجعل ابوس في الجنه ويعطي العطاء من كان ضارب العطاء. معي صداع وسبه انت. الحلال. الحلال. كثر عليك السكر. نعم. جعل ربي يشفيك. وجزاك خير. الطبقه الثالثه ثقه. ثقه. اللي فيها زي كرزه. لا 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 ما هي بزينه. الكرزه الثانيه ما هي بزينه ما حبتها. الفراوله. لا لا فيه الثانيه اللي فيها البستاشيو زي اللوتس. زي اللوتس. زي اللوتس. ايوه هي حلوه حلوه. لا انت اسكت انت اسكت. المهره ولد وين اختفت هي المهره؟ انا ما يعورك شيء ولا جاك شيء من امور الدنيا. عسى ما خلاف. عسى ما خلاف. ايش جاك وين؟ اربك طيبه. انا ما يعورك شيء. اعطينا منس ما شفناك. الله لا يهينكم. الله لا يهينكم. يا مرحبا يا المهره. الله يحييك مليك. يا ولد موجودة والله المهرة. على ضوء الكلام اللي كشف عن ناس ترى الصمت. باج لبه. متى ناوي تفتح به؟ متى يعلن جهاد المحبة سباه بري؟ والله أكبر. ها؟ وضعي ولد بس الله خليني ارسل هنا يمكن تقرا خليني ارسل هنا. من انتهى يعلن جهاد المحبه سباه بري وترفع مساجين لها هوابي ارقط. لا وش اقول من انتهى صديقي بندر يرسل لي في السناب يا لبى قلبك امورك يا لبى قلبك امورك كذا امورك كذا كذا يو لبى قلبك انا اكيد انه في البث ما ادري ما شف ناك عسى ما خلاص ما ادري هو في البث ولا بندر حاليا منوم في المستشفى عنده جلسه اشعاع جعل منو رفيقي ودلك بندر والله يشفيه امي اليوم عنده جلسه اشعاع البارح اخذ جلسه في دمك اي والله يا رب انت انا ما ادري وش الاشعاع ذا ما ادري وش سالفته شلون طيب يا ربي ايش فيها ود المورة ما ترد يا وش في خاطري يا ريجي الا ذكرته ايش في اخوك امي وايش في ام عبيد امي وايش في كلمة سوء يا ربي يا حبيبي ام عبيد نفس رفيقي بندر والله اي والله وين في ام عبيد هنا يا أظنها هنية إيه هنية هنية يا رب إيش فيهم يا رب وجع الرب يشفي سم عبيد ويشفي بندر الله يزينها بس سوي عطر باسمي سوي ها والله انردت ما أدري إنها ما طيبة وخير ما طيبة كيف انت؟ يلا الربع عاد انا استاذنكم انا والله اني تعبان جوالي بيطفي. خذني معك ابو حمد. الله يستر عليكم. والله خليهم يقفلون احبكم يا رب قلوبكم. عشان الناس اشوفكم على خير. يا الله احببت.